تتوصل الرسالة بوضوح لأولادكن، الأفضل تحكون عن تصرفاتهم ومش عن شخصيتهم. الولد منه بحاجة نحط له عنوان، منساعده إذا وجهناه للتصرف السليم. بدنا مصلحتك. سجود غلاييني صباح زنبق وفل، ثانكيو لك يا سجود. أنا صيفية رح أقضيها بالبيت، ما في سفرة، بس طبعا رح نطلع بالصيف لأماكن داخلية بالبلد. علمك الصيف كيف، طبعا صيف كيف أكيد. حنان فارس صباح الخير جوزيف، أنا من أشد المعجبين بتمثيلك الرائع، ثانكيو. بالنسبة للسؤال، أنا مقيمة بالنمسا، إن شاء الله رح نقضي العطلة بلبنان إذا كانت أوضاع البلد منيحة. أكيد منيحة، رح ناطرينك. خلص بدنا نقول إنه البلد منيح والصيفية منيحة وراح تكون منيحة على الأراضي. جيهان خربشة صباح الخير جوزيف، دائما نور شاشة، كيفك؟ لوين ما تصير جو دافي لأنه متقلب جو، بعدين بنفكر لوين بدنا نروح. أنا كمان بدي أتشكر ورد الروح، الصيفية مشروع بتقاطع فيه خط الاستواء مع الاقتصاد السياحي والاستقرار الأمني العالمي، مظبوط، لأن إن شاء الله يكون في استقرار. هدى أبو جودي صباح نور جوزيف، نحن منخطط قبل بوقت طويل العطلة، نترك القرار لوقته، بس أكيد ما ننتظر العطلة حتى نفرح. وإذا في أنا ساعد بشي نصيحة لفقرة بدنا مصلحتك حتى فيد غيري، أنا جاهزة بس ما بعرف كيف. فيك تبعتي لنا على رقم الواتساب أي نصيحة بتحبي تعطيها لغيرك وأكيد نحن رح نوصلها. تانكيو لألك، يعني أنت بدك تستفيدي، بدك تفيدي كمان يا هدى، تانكيو لألك. لكل المشاهدين مكملين نحن وياكم عالم الصباح. أما هلا رح أروح عند الشيف بمحطتين، أنا بعد شوي بنضم لإله. هلا بترككم مرشة ملح، وشاف اليوم كب كيك المالح رح حضر ستروغانوف دجاج وسلطة أستيك. وصلنا لختام عالمنا الصباحي. الكب كيك اللي عملناه صار جاهز، قلنا طحين بيض ملح، حطينا لهم من البارميزون، حطينا معهم من الامونتال او الجريير او التشيدر اللي بدكم اياه من انواع الجبنه اللي بيعطوا هيك طعمه كثير طيبه، ورجعنا حشينا بقلبه الفتة وحطينا لهم من الاوريجانو وشوي من النعناع اليابس. شو ما بدكم اعشاب فيكم تحطوا. وكذلك الامر شو عملت، قليت او حطيت بالفرن شويه زيت زيتون، ما حطينا ملح، حطينا الزيتون مع زيت الزيتون مع البندوره الكرزيه مع البصل، وخليناهم بقلب الفرن ياخذوا النكهه من بعض ويصيروا عنا بهالمزيج النكهه الطيبه اللي نعملها مع السلطة. عندي سلطة الستيك، عندي فيليات شرائح، فيكم تستعملوا انتروكوت، فيكم تستعملوا وش فخذ، فيكم تستعملوا من الفيليات قصوها شرائح، شو ما بدكم، شو موجود عندكم ما في مشكله. حتى اذا عندكم ليفت اوفر كمان فيكم تعملوا رتش تنقعوه بهيدي النعم. شو حنعمل؟ حناخد ثوم مدقوق، حنحط معه من زيت الزيتون، حنضيف بندوره معصوره، وحنضيف عليها خل الرز. الخل من الانواع الحمضيات اللي بخلي اللحمه كمان تطرى عنا وتاخذ نكهه. لكن هذا المزيج اللي عندي حضيف عليه من البهار، وحنضيف عليه كمان من الملح. لكن عصير البندورة، ملح، بهار، ثوم، وخل الرز، حطهم فوق اللحمة اللي عنا، وحنترك هيدي اللحمة تنقع فترة، هي بدها أكيد بدها ساعتين مينيموم أو أربع ساعات بالبراد. أنا اللي هعمله حنقع برات البراد لتدرب حرارة الجو لتستوي معي أسرع، حنتركها على جنب. عندي الكسرول اللي حطيتها على النار، بقلبها زيت زيتون، حنضيف لها من الثوم، وحنضيف من البصل، وأكيد من الفليفلة. حنترك هذا المزيج على النار، ما بدنا ياخذ لون، بدنا اياهم بس يدبلوا عنا. اذا بنلاقي بدهم بعد شوي من زيت الزيتون كمان بنضيف لهم بهالطريقه. نيجي للكب كيك. الكب كيك اللي عملته، اذا بتشوفوا على الكاميرا كيف
صار محشي بقلبه جبنة الفتة. أكيد الوج فيني أرجع أستعمله ما في مشكلة، بس أنا عم شيل الوج لأقدر حط الكريمة اللي هي اللبنة أو الكريم تشيز، مثل كأنه نحن عم ناكل كب كيك خالص. لكن هول كمان ولا أطيب، حنتركهم على جنب وحناخد من اللبنة اللي عنا ونحط بهالطريقة. شو بدكن تزينوا؟ قد ما بدكن عندكن خيارات بقلب البراد، من الزيتون، من الكبار، من الساندرايد التوميتو، اللي بدكن فيكن زينوا. انا اللي هعمله على السريع، هعمل وحدة على جزر، وحدة على بقدونس، وعندي من الذرة كمان. حتى اذا بدكن فيكن تعملوا بازيلا. شو في عنا بعد؟ عنا فليفلي استعملناهم بستروجونوف، وعنا من الزيتون اللي بدنا نستعمله مع السلاد. نحرك. لكن عنا ثوم، بصل وفليفلي، حنضيف فوقهم من الفطر. طالما عنا فطر كمان هنحط من الفطر. لكن صار عندي كب كيك مالح بنكهات مختلفة. الصغار إذا ما بدكن تزينون ما في مشكلة، بس حتى ما يطلعوا ناشفين معكن فيكن تحطوا لهم من اللبنة بهالطريقة. وإذا بدكن حبة زيتون بس لتكسر معنا شوي اللون، كذلك الأمر الذرة موجودة، والبقدونس موجود، والجزر. بالنص شو بدنا نحط؟ حنحط حبة شيري توميتو. لكن هنجيب صحن ننقل كب كيك اللي عنا. أول قسم صار جاهز، وتاني تشكيلة عملناها كمان صارت جاهزة لننقلها على صحن نظيف. الفطر عندي انا ما بدي اياه يدبل، بدنا يضلوا الحجم تاعه، حتى لانه بقلب الصوص هلا ناخذ النكهات كلها. لكن كب كيك المالح صار جاهز، كمان حنحطه حد الترويقه اللي عملناها الصبح. ولنوسع شوي حنفضي الرز اللي حضرناه، بس لنشيل اخر قطعه من المافنز اللي عنا. الرز اللي عملناه رز عادي، بس فلفلنا رز، بس الفرق انه فلفلته انا بمرقه الدجاج او بميه الدجاج اللي سلقناها ونكهناها. اكيد مثل ما بتعرفوا البوكي جارني ورق غار، ملح، بهار، عود قرفه، الموجود عندكم. لكن الرز عندي جاهز، حناخد ملعقه ونفضيه. نجي لخبرية الدجاج. شو حنعمل هلا؟ الدجاج السلقينه، الفخاد انا اليوم نقيت فخاد مثل ما قلت لكم، ما حبيت نقي صدوره، وهذا مش يعني انه ما فينا نعملها بصدوره، فينا نعملها بصدوره ما في مشكله، بس انا نقيت فخاد مع العظم الطريقه المضبوطه، هيك كل حدا بيقدر ياخذ البورشن تاعيته. شو بدنا ننكه عنا؟ حننكه بكزبره ناعمه تقريبا ملعقة ونص صغار، حننكه بشوية بابريكا ليعطونا اللون والنكهة، كمان ملعقة ونص صغار،
وحنضيف لهم من الكمون اللي بيلبق مع الدجاج وبيلبق مع المرقة تاعيته. لكن صار عندي بابريكا، كمون، كزبرة ناعمة، حط لهم شوي من الملح وحضيف عليهم ملعقة كبيرة من الطحين أو ملعقتين صغار من الطحين. هيدا الخليط اللي عندي شو بدي أعمل فيه؟ هنترك الدجاج ينخلط وياخد شوي من النكهة. طالما الدجاج عندي مستوي يعني بعد ناقصني أنا المادة السائلة اللي بدها تعطيني الصوص، والمادة السائلة اللي بدها تعطيني الصوص هي حتكون الكريمة اللي عنا وأكيد مع مرقة الدجاج. الستيك بهالوقت صار فيني أقدر حطه هون مثل ما شايفين النكهات تعيته، ما بده وقت كتير. ححمي الغاز عندي. كيف بتحبوا الستيك فيكن تاكلوا هون، بس طالما سلاد انا بفضل 5 دقائق على كل ميلة، بيطلع ميديوم من جوا شوي زهري اوكي، وبيعطيكم الطعم الرائعة مع الخس ومع المواد اللي بدنا نحطها هلا. مثل ما بنشوف كيف صار عنا الدجاج تغلف بالطحين وتغلف بالسبايسز اللي بقلبه، حنحط له من المرقة تاعيته وحنتركهم يغلوا فترة دقيقة لنشوف انه الطحين عم بشد الصلصة، وبنرجع شو بنضيف عليهم؟ بدنا نضيف عليهم الكريمة، وساعتها فترة 8 دقائق طبقنا بيكون جاهز. لكن حارجع عيد بسرعة. حطينا ثوم، بصل، فطر وفليفلة قليناهم، الدجاج السلقينه نص سلقة ضفناه فوقهم، ورجعنا حطينا له من البابريكا، من الكزبرة الناعمة، ومن الكمون والملح. البهار، هاي البهار فيكم تحطوا حر إذا أنتوا بتحبوا الحر، بس أنا بفضل نضلنا محافظين على الريسيبي هيدي، واللي بده حر في يحط بصحنه كمان ما في مشكلة. مثل ما شفتوا المواد اللي عندي مع الطحين مع البهارات كيف صارت لزجة، هيدا بدل انه بعدني قادر انا اعطيه سوائل قبل ما احط الكريمة، لانه ما بدي احط الكريمة ويبطل فيني ضيف من السوائل. لكن انتو مش ضروري تطبخوه بهيدي المقلية، فيكن تعملوها بالستوار، فيكن تعملوها بطنجرة، فيكن تعملوها بصينية بالفرن. يعني عند هيدي المرحلة فيكن تفضطوها بصينية، تحطوا عليها الكريمة، تفوتوها ربع ساعة على الفرن، كمان بتاخذوا نفس النتيجة. طالما الدجاج عنا نحن ما بده وقت. حنشوف الزيت إذا بلش يحمى عنا خشبة، بدنا نغير السكينة وبدنا نغير الخشبة. حنخلي هيدي لتعطينا فوليوم، تعطينا علو، ومنشوف عنا المقلاية بلشت تحمى، أو الجريل، أو إذا بدكن الشواية، وإذا بدكن فيكن تقطعون كيوب وتشوون كمان ما في مشكلة. هذا المزيج ما حكبه، حضيفه فوقن ونجي لمرحلة انه صار فيني ضيف شيري توميتو على الطبخة اللي عندي، لانه ما بدي اياه تتقلى ولا بدي اياه تستوي، بس تعطيني نكهة ولون. حنتركهم على النار، حنشوف لحمتنا شو صار فيها، نجيب ملقط جديد. اللحم اللي عندي حنقطعها شرائح، هنقدمها على شو؟ اكيد هلا بس يجي جوزيف لعنا نعرف على شو بدنا نقدم اللحمه. مهم نحن الصوص تاعت اللحمه هي حتكون منكه للخس، ما حنزيد عليها حامض ولا خل، فينا نزيد عليها زيت زيتون، وفينا نعملها بس نكتفي بالصلصه اللي عندنا.
بنفس الطريقة عنا الدجاج بلشت تغلي، أنا حسب ما شايف هون ما بدي علبتين الكريمة، حاكتفي بوحدة بس ما حزيدها هلأ، أو كوبين الكريمة إذا بدكن، حنزيدها بعد شوي. بهالوقت حنطلع بريك، بكون قويت عين الغاز شوي، وإجا جوزيف لعندي، انطرونا لنشوف شو بدنا نعمل.